يقول: إذا كنت أصلي راتبة الفجر ثم أقيمت الصلاة، فهل أكملها أو أقطعها؟ إن كان أنك في آخرها تكملها، أما إن كنت في أولها أقطعها. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم. ثم يقول حفظك الله: وإذا قطعتها فهل أصليها بعد صلاة الفجر مباشرة؟ أي نعم، تصليها بعد الفجر مباشرة وبعد ارتفاع الشمس. نعم.